أترفع عن الألفاظ النابية، وأنا تربيت بطريقة لا تسمح بالتحدث مع أحد بهذه الطريقة، فهذا الموضوع أنا أرفع من أنه أنا أرد على واحد بهذه الطريقة. وكل ما أقوله أنه الله يسامحه، لأنه كل هدفنا مساعدة سوريا. هو ما يرى ما حوله، احنا نرى المخاطر التي تحدق بسوريا ونريد نتجنب هذه الامور، لان مثل ما ذكرت اريد ان انهي بان سوريا عزيزة علينا حقا، ونحن لسنا وكلاء لاحد لتنفيذ مخططات ضد سوريا. ما هي مصلحة المجلس الجامعة او قطر او مجلس التعاون بتنفيذ مخططات؟ ما هي الاهداف لهذه المخططات؟